مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا للانضمام، شكرا للاهتمام، شكرا للوقت والمجهودات. أنا جد سعيدة وجد ممتنة لتواجدي معكم مرة أخرى. أتمنى أن تكونوا يعني بأفضل الأحوال، أن تكون صحتكم العقلية والجسدية والنفسية بألف خير. شكرا مجددا، بتمنى تكونوا قد حضرتم جلسات سابقة. إذا كان هناك أي استفسار فممكن أن تبعثوا لي إيميل أو على الواتساب، ممكن أن تأخذوا رقمي من ميس أو من أي شخص من الفريق. وقبل أن نبدأ الجلسة وكأي مرة، فأنا أحثكم وأطلب منكم رجائي الصغير أن تأخذوا بعض الوقت، أن تأخذنا بعض الوقت يعني لاستحضار الطاقة ولاستحضار أنفسكم ولشكر أنفسكم، أنه بآخر المطاف ما نفعله هو يعني شكل من أشكال المقاومة، ولا يوجد مقاومة سليمة بدون يعني طاقة عالية وبدون يعني امتنان وحضور لهذه المواضيع التي نقوم بمعالجتها. ولهذا فأنا يعني دائما أحاول أن أحثكم على أخذ بعض الوقت في سكون، في هدوء، في امتنان، في استحضار قبل أن نشرع في الجلسة. وكذلك إذا كان ممكن فقط أن تأخذوا هيك يعني ورقة وقلم أو بدون ورقة حتى، وتستحضرن المعلومات التي قمنا بمعالجتها من قبل، فقط لترون يعني مدى إلمامكم بهذه المواضيع، وإذا كان هناك احتياج للتطرق لأجزاء أخرى أو لبعض التفاصيل، ممكن أن تبعثوا لي كذلك يعني هذه الاستفسارات أو هذه التفاصيل لمعالجتها في آخر جلسة من التدريب. وأظن ممكن أن نبدأ يعني الآن. موضوع اليوم هو المناصرة الرقمية الآمنة، وهذا موضوع يعني قريب لقلبي وبعتقد قريب لقلبكم كذلك، لأن هذا يعني هو قلب الحدث، قلب ما نفعله، وهو يعني يشكل محور نشاطنا الحقوقي ونشاطنا يعني النسوي كذلك. بالأول سوف نتطرق إلى الأمن المؤسسي، لأن كان هناك الكثير والعديد من الطلبات، يعني كيفية خلق مساحات آمنة، أمن الهاتف، وكذلك أدوات الأمن المؤسسي، وخصوصا الأدوات التي تكون بالمجان وتكون يعني مفتوحة للجميع. يعني كيف ممكن أن نخلق مساحة آمنة؟ لأن المناصرة الرقمية الآمنة هي تعتمد بالأساس على المساحات الآمنة. لا يمكن أن نتحدث عن مناصرة رقمية آمنة أو حتى عن مناصرة آمنة بدون ما أن تكون رقمية، بدون التحدث عن مساحات آمنة ومؤهلة لتكون آمنة. ولذلك يعني أول شرط من شروط يعني المناصرة الرقمية الآمنة، وهي مواقع الويب الآمنة. يعني إذا كنا سوف نناصر على المجال الرقمي، فيجب أن نناصر على مواقع ويب آمنة بالتأكيد. وهذه المواقع يعني هي القاعدة الذهبية لتصفح الإنترنت الآمن، بغض النظر عن الطرق الأخرى التي تعتمدين عليها لتوفير مثلا إخفاء الهوية. يجب أن تتأكدي دائما من استخدام الإصدار الآمن لكل موقع، بخلاف ذلك يعني يمكن لأي شخص الاستفادة من أي معلومات تقومين بتبادلها يعني أو التلاعب بها على الإنترنت. ويمكن تحديد مواقع الويب الآمنة من خلال رمز القفل المغلق، أو يعني بيكون HTTPS، لازم يكون في الاس بالأخير يعني كsecure، هذه هي القاعدة الذهبية بالأساس يعني قبل أن نتطرق لموضوع المناصرة.
والتصفح بأمان كذلك، يعني ممكن مثلا أن تتصفحين على موقع اسمه داك داك جو، لأن جوجل ليس آمن، والعديد يعني من المواقع ليست آمنة، وداك داك جو هو يعني يساعدك في إخفاء الهوية، وكذلك هو يعني تحت فايرفوكس، وكذلك يعني مفتوح بالمجان ومن القواعد الذهبية للتصفح بأمان، وأحسن من جوجل. وكذلك يعني ممكن أن تعتمدي على التصفح المخفي، ممكن أن تخفي يعني المواقع خلال تصفحك، وبذلك يعني لا تتعرضين يعني للمراقبة. فالقواعد الثلاث الذهبية هي يعني اختيار موقع ويب آمن من خلال الرمز المقفل، اختيار يعني متصفح آمن مثل داك داك كو التابع لفايرفوكس، أو ممكن أن تختاري يعني موقع محجوب بالكامل أو تصفح مخفي بالكامل اللي هو يعني الـ private browsing. ويعني كذلك آخر محاولة للتصفح الآمن، وهو يعني حجب الإشهارات. ممكن أن تستعملي Adblock Plus، ممكن أن تستعملي من خلال الموقع Adblock Plus، أو في الكثير من يعني الكثير من الوسائل لحجب الإشهارات، لأن حجب الإشهارات يمكنك من عدم يعني المراقبة، يعني تتصفحين بشكل آمن، وكذلك لا يترك مجال لمراقبة المعلومات التي تقومين يعني باستخدامها أو بالبحث عنها كذلك. ثم بعد ذلك يجب عليك التفكير في تحسين إعدادات الأمان للتطبيقات. يعني بعد ما تحدثنا عن المواقع، الآن نتحدث على التطبيقات. كيف يمكن أن نتصفح بأمان لخلق مساحات آمنة يعني بشكل تقني، قبل أن نتحدث عن الأشكال الثانية؟ فمثل ما نعرف، يتم تشفير يعني سيجنال وواتساب من طرف إلى طرف، ولكن لا يزال هناك مجال عفوا لتعزيز إعدادات الأمان الخاصة بهما. يعني مثلا يمكنك قفل الرسائل على هاتفك من خلال الصوت يقضي العاملين، حتى إذا كان الهاتف غير مقفل، خصوصا بسيجنال. يعني مثلا تخيلي موقف يترك فيه هاتفك غير مؤمن دون مراقبة، فممكن يعني بالسهل أي شخص آخر قراءة رسائلك، فلذلك تضمن حماية التطبيق باستخدام عبارة مرور أو بصمة أو التعرف على الوجه سرية أكثر، وعدم تمكن أي شخص آخر من قراءة رسائلك. لهذا فأنا يعني أوجهكم لتحسين إعدادات التطبيقات، خصوصا سيجنال وواتساب أو أي تطبيق تستعمله بشكل يعني دائم. فممكن فقط أن تستخدمي بين أو بصمة قبل أن تدخلي لتطبيق سيجنال. هنا ممكن أن ترون يعني في أدوات آمنة للاتصال كذلك، لأن المناصرة الرقمية الآمنة تعتمد على الأدوات الآمنة للاتصال. فهناك يعني أسئلة لمعرفة ما هي يعني التطبيقات أو الأدوات التي سوف تلبي احتياجاتك. يعني مثلا، هل تريدين اتصال صوتي أو فيديو؟ إذا كان مثلا الرسالة النصية كافية، فهل تريدين يعني استبدال الأرقام مع العديد من المشاركين أو المشاركات؟
إذا كان الجواب نعم فيجب أن تستعملي سيجنال، إذا كان الجواب لا فممكن أن تستخدمي تطبيق اسمه دلتا تشات. إذا مثلا تحتاجين فيديو، فإذا كنت تحتاجين تشفير الشامل فممكن أن تستخدمي سيجنال أو فيس تايم. إذا لا تحتاجين تشفير شامل، يعني مثلا فيديو فقط مع صديقة أو يعني فيديو ليس سري، فممكن أن تستخدمي جيتسي أو جوجل ميت أو جو تو ميتينج. مهم يعني هذه الأسئلة سوف تساعدك على معرفة الأدوات التي تلبي احتياجاتك واحتياجات يعني المنظمة والمؤسسة. وممكن يعني مثلا أن تأخذوا صورة لهذا يعني لهذا المرفق وتبعثوه لزملائكن في الشغل لمعرفة الأدوات التي يجب عليكم استخدامها على يعني على مستوى المؤسسة. وهذا الشيء سوف نتطرق له كذلك. الآن يعني كيف يتخلق مساحة آمنة؟ يعني نحن حاولنا توفير مساحة آمنة من الجهة التقنية. الآن سوف نخلق هذه المساحة الآمنة، وهي يعني اقتراحات لتوجيه إنشاء مجموعات. وأنا بعرف أن المناصرة الرقمية تحتاج إنشاء مجموعات، لذلك فسوف نتطرق للأعضاء، يعني من يمكنه الانضمام لهذه المجموعة، كيف يمكن للناس الانضمام للمجموعة، هل هناك إجراء، هل يجب التحقق منها والموافقة عليها، هل يجب عليهم قبول الدعوة أو التقدم بالتسجيل، يعني هذه الإجراءات التي تتعلق بالأعضاء. وممكن أن تكون يعني إجراءات روتينية لجميع المجموعات التي سوف يتم إنشاؤها من خلال يعني العمل المؤسسي. وكذلك يعني الاعتراف، يعني كيف تأخذ مجموعتك الوقت الكافي للاعتراف بوصول شخص جديد. يعني في الكثير من الأوقات أنا أكون في مثلا في جروب على الواتساب ويعني أشاهد دخول أشخاص لا أعرفهم على تلك المجموعة، يعني بشكل عشوائي، مع أنه يعني مثلا أشخاص يعني أشخاص معروفين بالمجال، ولكن بآخر المطاف فأنا لا أعرفهم. وهذا ممكن يشكل لي يعني مش تهديد، فلا تعود المساحة يعني آمنة بالنسبة لي. لهذا فمن المهم أن يكون هناك إجراء روتيني لإنشاء المجموعة، لإضافة أعضاء جدد، والاحترام للقواعد كذلك. ماذا تفعلين إذا انضم شخص ما دون اتباع الإجراء؟ ماذا تفعلين إذا انضم شخص ما يعني ولا يحترم القواعد كذلك؟ والمعلومات الشخصية، هل يمكن للأعضاء رؤية أرقام أشخاص آخرين كذلك؟ هذا يعني شيء مهم جدا، أنه مثلا بالواتساب جروبس بكل سهولة ممكن أن أرى جميع الأرقام. هل كل أعضاء المجموعة يعني موافقين على هذا الشيء أو لا؟ والآن يعني واتساب يوفر ما يسمى بتشانلز، وهذه التشانلز أو يعني الشبكات هي أحسن من توفر يعني خاصية أمن أحسن من الجروبس، لأنه بتعطي الشخص الأدمن الذي يقوم بإنشاء هذا التشانل أو الشبكة هو الوحيد اللي ممكن أن يرى الأرقام. الأعضاء الجدد أو الأعضاء الآخرين لا يستطيعون رؤية الأرقام، وهذا شيء جيد لأنه تكون الأرقام بحوزة شخص واحد. وممكن أن تعتمدنا الواتساب تشانلز عوض الواتساب جروبس لهذه الخاصية، يعني خصوصا إذا كانت أرقام شخصية. ثم التحقق، يعني لنعرف من نتحدث إليه، لأنه هذا شيء مهم لخلق مساحات آمنة. كيف سنتحقق من الشخص الذي نتواصل معه؟ وأنا بعرف أن هذه الأسئلة ممكن أن يعني أن تكون بديهية أو تبدو يعني بديهية أو ليست مهمة، ولكن تخلق مساحة آمنة يعني مستدامة، وكذلك تمكنكن يعني من يعني
إحاطة العلم بكل الأشخاص وبالمحيط، محيط التهديدات الذي تحدثنا عنه من قبل، ونموذج التهديدات وفهم المخاطر. لهذا فمن المهم أن يكون لك أي مؤسسة أن يكون عندها إجراءات روتينية مرتبطة بإنشاء المجموعات. التحقق، يعني هل تريدين أن تطلبي من كل شخص جديد أن يلتقي بالمجموعة، يعني وجه لوجه ليصبح عضو؟ يعني مثلا مثل ما قلت، أنا أشاهد يعني دخول أعضاء جدد للمجموعة على الواتساب أو على سيجنال، ف يعني هل أنا مرتاحة أن مثلا هذا الشخص يعرف على نفسه فقط على الواتساب جروب، أو يجب علي أن أرى هذا الشخص وجها لوجه؟ أو يعني ممكن مثلا أن تكون عندنا كلمات أمان للتحقق من أن مكالماتنا ستذهب إلى الأجهزة الصحيحة. يعني ممكن تكون كلمات أو جمل أمان، يعني مثلا تعال نشرب شاي، تعال قاعدة شاي، ما بعرف، يعني هيك كلمات يعني بسيطة تعبر عن الحياة اليومية. وممكن هذه تكون كلمات أمان إذا يعني إذا لزم الأمر، أن يعني يجب أن نذهب للتحدث أو من مكالمة إلى مكالمة أخرى للتحدث بأمور سرية، ولا نريد يعني فضح هذا الشيء في المجموعة، فممكن أن نستخدم كلمات أمان أو فقط كلمات أمان للتحقق من أن هذاك يعني الشخص الموجود بالمجموعة هو شخص ينتمي للمجموعة. أنه بالأخير خصوصا إذا لم يكن هناك يعني مثلا مكالمات فيديو ترى الشخص، وفي العديد يعني من المناطق خصوصا باليمن أو بالعراق تكون يعني الواي فاي أصلا لا يساعد لأخذ مكالمات فيديو، فكيف يمكننا التحقق؟ يمكننا فقط عبر كلمات أمان للتحقق من أن الأشخاص المراد بهم حضور هذه المكالمة هم الأشخاص الحقيقيين. بعد ذلك فالإجراءات عليها يعني أن توفر الإعدادات، كيفية حذف الرسائل، متى يجب حذف الرسائل؟ يعني الكثير من المجموعات تتوفر على رسائل تعود إلى 3 و4 سنين، يعني هل يجب علينا الاحتفاظ بالمحادثات على الأجهزة وإلى متى؟ وهذا يجب أن يكون مذكور بالإجراءات الروتينية، ومثل ما قلنا إخفاء الرسائل، وذلك عبر ضبط الإعدادات مثل ما قلنا عبر يعني بين أو البصمة أو الوجه ما إلى ذلك، والرموز للحصول على معلومات حساسة للغاية. نقترح إنشاء كلمات رمزية قبل الإجراء الخاص، وهذا يعني يعود إليكم كيفية يعني إنشاء هذه الرموز التي تعبر على عمل المجموعة. بعد ذلك سوف نتحدث على حجم المجموعات، يعني مجموعة صغيرة جدا مع أشخاص تم التحقق منهم للحصول على معلومات حساسة. يعني إذا كان مثلا المناصرة تتطرق إلى معلومات حساسة للغاية، فلا ينصح أن تكون المجموعة أكثر من 8 أعضاء، 8 أعضاء فقط أو أقل حتى يعني. وإذا كانوا بينتموا لنفس المؤسسة فيعني سوف يتم تناقل المعلومات والخبر، ولكن لنموذج التهديد ولفهم محيط المخاطر 8 أشخاص كافي ووافي. ف 8 أشخاص مثل ما قلنا أو أقل، الجميع يعرف بعضهم البعض وقد التقوا شخصيا، يعني بخصوص يعني المعلومات الحساسة أو مجموعات التي تتطرق إلى المعلومات الحساسة، فمن الأفضل عدم إضافة أشخاص جدد إلا عندما تكونين معهم جسديا، يعني تكونين مثلا معي وأنا أطلب منك إضافتي إلى الجروب فتضيفينني إلى الجروب بشكل يعني جسدي. وعدم التواصل أبدا أكثر مما هو ضروري، وهذا الشيء أنا أراه في الكثير من المجموعات، يعني خصوصا الواتساب جروب يتم التواصل فيهم بشكل أكثر من الضروري، وهذا يشكل كمان خطر على المجموعة.
لا نخاطر لغير الضرورة، فقط الضروري، والذي لا يحترم القواعد يجب أن يخرج من المجموعة بشكل يعني بديهي، ومسح البيانات قدر الإمكان، قدر الإمكان لا نترك معلومات ورانا. بعد ذلك سوف نتحدث على أمن الهاتف، خصوصا عند يعني المناصرة الرقمية، خصوصا على الهاتف أو استخدام التطبيقات. ماذا نفعل عندما لا يتمكن الأشخاص من استخدام الإنترنت؟ قد يكون هناك تحميل زائد للشبكة، أو انسداد في الشبكة، أو هواتف مستنزفة. هل لدينا اتصال احتياطي على سبيل المثال؟ ماذا لو فشلت يعني بيانات الواي فاي مثل أو الشبكة؟ هل لدينا خطة غير متصلة بالإنترنت؟ هل سيكون لدينا محطة شحن للمتطوعين أو للأعضاء وهواتفهم؟ وهذا شيء مهم جدا، خصوصا عند يعني الخروج إلى الشارع، أو يعني المظاهرات، أو حتى يعني بوقت يعني مشاركة معلومات حساسة جدا. يجب على كل عضو من الأعضاء أن يكون عندهم اتصال يعني أو تفكير ما يخص باستنزاف شبكة الإنترنت، أو عدم تواجد أو فشل بيانات الجوال وما إلى ذلك. ومهم مهم جدا أن يكون لكل عضو يعني بطارية للهاتف أو محطة شحن للمتطوعين وما إلى ذلك، للوصول إلى هواتفهم، ولل يعني للاتصال، اتصال آمن. ولأنه تم ذكر الكثير من الأدوات ومن يعني المواقع، فهناك يعني هذا الموقع اسمه Alternative TO، ل يعني لتوصيات البرامج، عفوا لتوصيات البرامج، يعني ممكنكم أن تتصفحن هذا الموقع لترون أي الأدوات تصلح وتلبي احتياجاتكم، مثل مثلا جيتسي أو جو ميت أو جو تو ميت أو ما إلى ذلك. فالترناتيف تي أو يعطي توصيات لجميع هذه البرامج، ولرؤية أي برامج تصلح لكم من ناحية التكلفة، من ناحية الاتصال بالشبكة وما إلى ذلك. وهذا الرابط سوف ينقلكم إلى فيديو لمشاهدة كيفية استخدام Alternative TO. والآن سوف نتحدث عن أدوات الأمن المؤسسي. هناك ماترموست، وأنا كنت أستخدمه يعني لسنوات، وماترموست ممتاز لأنه مفتوح مجاني. وماترموست هو مثل مكتب، يعني مثل مؤسسة رقمية، ففيها في غرف، في شبكات، في مجموعات، وممكن أن تستخدموه بشكل يومي للمحادثات، يعني بعث المعلومات أو البي دي افس أو ما إلى ذلك، للاتصال فيديو، كل شيء. فماترموس عن جد يعني أداة من الأدوات الممتازة لعمل المؤسسات، خصوصا العمل في المناصرة الرقمية. ثاندربيرد، وهو يعني ممتاز لتشفير الإيميلات. إذا يعني عمل مؤسسة هو عمل حساس جدا، وكنتم بحاجة لإيميل يبعث إيميلات مشفرة بمفتاح، فثاندربيرد هو يعني أحسن أداة من الأدوات اللي ممكن تستخدموها لهذا الغرض، غرض تشفير. وبيج بلو باتن هو يعني مثل زوم، لكن مفتوح مجاني، مثل زوم لكن مفتوح ومجاني وآمن أكثر. فأنا أنصحه للعمل المؤسسي عوض زوم، يعني بدون اشتراك. في يعني هو في خاصية الاشتراك، ولكن حتى الخاصية المجانية جيدة جدا.
وقبل يعني أن نتطرق الفقرة الآتية، فممكن أن تأخذوا يعني مثلا استراحة أو فقط نفس عميق لاستحضار المعلومات وما إلى ذلك. فهذا فقط لأخذ استراحة، ممكن أن توقفوا هون، تأخذوا استراحة وبعدين ترجعوا لتكملة الفيديو. والآن سوف نتحدث عن الأمن الرقمي أثناء تغطية الأحداث العالية الخطورة، وهذا شيء مهم جدا في المنطقة العربية، في اليمن، العراق. فسوف نتحدث عن كاميرات المراقبة، نصائح حول الأمن الرقمي لسيناريوهات عالية الخطورة، وروابط مهمة. كاميرات المراقبة، لأن الأمن الرقمي يتقاطع مع الأمن المادي خاصة في السيناريوهات السياسية والعالية الخطورة، ويساعد الوعي بالمحيط في الحفاظ على سلامتك الجسدية وسلامة زملائك كذلك، وسلامة يعني أعضاء المؤسسة وما إلى ذلك. تتقاطع يعني تغطية العنف في الشارع مع الأمن الرقمي والخصوصية وحقوق الإنسان، وهذا الشيء نحن يعني نعرفه حق المعرفة، لأن الأنظمة القمعية مع الأسف تستخدم شبكات من كاميرات المراقبة تهدف إلى توفير السلامة العامة لمراقبة وتتبع ومراقبة المواطنين، وخصوصا النشط الحقوقيين والسياسيين وما إلى ذلك. فيعني الوعي بالمحيط مهم جدا خصوصا في هذه السيناريوهات، يعني معرفة المناطق التي تحيطها كاميرات المراقبة، وهل هي هذه الكاميرات يعني من طرف المؤسسات الحكومية أو يعني المؤسسات الخاصة وما إلى ذلك. مهم جدا خصوصا في يعني خلال تغطية المظاهرات أو أي يعني نشاط سياسي أو حقوقي، معرفة وفهم المحيط، وخصوصا التركيز على كاميرات المراقبة. يعني ويمكن لهذه الأنظمة أن تطابق تلك المراقبة مع البيانات المقدمة من شركات الاتصالات وشبكات النقل العام لرسم صورة عن مكان وجود أي شخص قبل وأثناء وبعد الأحداث ذات الأهمية العامة والسياسية. ويجب أن يكون مثل ما قلت الصحفيين والنشطاء على دراية بهذا الأمر للتكيف في اتخاذ خيارات أفضل، وفهم محيط ونموذج التهديدات كذلك، مثل ما تطرقنا للأمر في أول جلسة. كذلك أمن البيانات، يعني تعطيل فتح الجهاز من خلال يعني مثلا يا إما المقاييس الحيوية البايومتريكس، أو يعني الـ 3D، يعني الفيشل ريكوجنيشن، أو يعني معرفة الوجه، البصمات وما إلى ذلك. قللي من فرص التعرض للإكراه الجسدي لفتح هاتفك. فأنا يعني تطرقت لهذا الموضوع من قبل، من الأحسن عدم استخدام المقاييس الحيوية، لأنه ممكن أن تعرضك للإكراه الجسدي لفتح هاتفك. احتفظي برموز المصادقة الثنائية المطبوعة في مكان آمن قبل المغادرة في حالة فقد هاتفك. الرموز التي تحدثنا عنها كذلك في الجلسات السابقة يجب عليك الاحتفاظ بها يعني بمكان آمن في حال نسيانك لها أو ضياع هاتفك وما إلى ذلك. قومي بإلغاء تثبيت أو تسجيل الخروج من التطبيقات التي تحتوي على معلومات حساسة. وكذلك يعني تأكدي من وجود بن على هذه التطبيقات مثل سيجنال أو واتساب ما إلى ذلك. النسخ الاحتياطي، تحمي البيانات الخاصة بك عندما يكون القيام بذلك آمن بشكل معقول، أو النسخ الاحتياطي قبل الذهاب إلى هذه المظاهرات، أو النسخ الاحتياطي دائما، أكيد دائما، ولكن قبل الذهاب لهذه المظاهرات. ومثل ما قلنا مسح البيانات قدر الإمكان، مسح 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 البيانات والنسخ الاحتياطي، القاعدة الذهبية. إذا كان لديك اتصال موثوق بالإنترنت، فيمكنك بث قصتك على الإنترنت، وهذا يعني شيء يساعدك في الحماية، وكذلك يعني
يعني استدراج الرأي العام، أو مجموعة مغلقة من الأشخاص الذين تثقين بهم في حال يعني السيناريوهات العالية الخطورة. استخدمي واتساب أو سيجنال لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والصوت الذي تم إجراؤه أثناء التغطية الصحفية مع جهة اتصال موثوقة أو جهاز آخر كذلك. ممكنكم قراءة هذه يعني التوجيهات يعني بشكل مكثف فقط للإلمام بالموضوع، لأنه يعني بعرف يعني الآن صعب فهم كل جوانب هذه يعني التفاصيل. يمكنك نسخ بياناتك احتياطيا في وضع عدم اتصال أثناء انقطاع الإنترنت وحفظ الملفات على البطاقة حتى إذا لم يكن عندك اتصال بالإنترنت، فالنسخ الاحتياطي يمكنك من يعني فتح البيانات. قومي بتمكين المسح عن بعد، وهذا شيء مهم 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 جدا، المسح عن بعد يعني في حال تم أخذ جهازك بالعنف أو فقد الهاتف أو ما إلى ذلك فممكن أن تمسحي عن بعد، وهذا يعني موجود على أندرويد وآيفون، ممكن أن تروا يعني بآخر الشاشة كيفية المسح عن بعد، ممكن فقط أن تضغطوا على اللينك. والاحتفاظ بالبيانات في مأمن من استخراج البيانات عن بعد أو مسح جهازك في حالة سرقة أو الاستيلاء غير القانوني. وكذلك أكيد في السيناريوهات العالية الخطورة من الأحسن تجنب نقاط اتصال الواي فاي العامة، لأنه يعني في تتبع لهويتك موقعك وتجسس على حركة المرور على الإنترنت، بالخلاف ما تحدثنا عنه من قبل ففي السيناريوهات عالية الخطورة أحسن تجنب الواي فاي أو يكون عندك واي فاي محمول أو اتصال بالشبكة يعني اتصال بيانات الجوال، وأكيد يعني يكون عندك بطارية أو بنك طاقة محمول لمنع نفاذ البطارية، والتأكد من أنه لا يزال بإمكانك التواصل مع الآخرين، وإخفاء محتويات سيساعدك عدم عرض محتويات الإخطار على تجنب تعريض مرسلي الرسائل أو المعاينات إذا وقع جهازك في الأيدي الخطأ، يعني النوتيفيكيشنز أو يعني الرسائل إخفاؤها من خلال يعني الإعدادات. ففي حالة ما تم يعني أخذ جهازك أو وقع جهازك في الأيدي الخطأ فلن يروا يعني النوتيفيكيشنز أو الإرسالات على يعني على الشاشة. كذلك يعني استخدام ممكن الشبكات الخاصة الافتراضية أو الـ VPNs في التغلب على الرقابة إذا كان هذا ممكن، لأنه ستضمنين أيضا عدم ترك بيانات مفيدة لحركة المرور أو آثار رقمية متاحة لشركات الاتصالات، فيمكنهم تسليمها إذا طلبت السلطات المحلية ذلك. يعني إذا أردت أمن يعني أمن آمن بشكل ممتاز، فاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية خلال السيناريوهات العالية الخطورة شيء ممتاز، لأنه سوف يحجب كل آثار الرقمية، ولن تتمكن شركات الاتصالات بتتبع حركة مرورك الرقمي. بالنسبة لإجراءات الاتصالات فرسائل الموبايل غير آمنة، لأنه يمكن اعتراضها بسهولة باستخدام الأدوات المناسبة. يوفر مثلا فيسبوك الآن تشفير شامل، إنستغرام كذلك، لا يقدم تويتر تشفير شامل للرسائل المباشرة، يستخدم واتساب وسيجنال نفس البروتوكول التشفير وهما آمنا للاستخدام، ولكن سيجنال يعني عنده توجه أكثر نحو الخصوصية، فتجنبي إجراء مكالمات باستخدام شبكة الهاتف الخلوي الخاصة بك، لأنه تترك سجلات يمكن الجهات استخدامها لتتبع نشاطك، فلذلك يعني استخدام فقط تطبيقات المراسلة المشفرة للاتصال بدلا من ذلك.
بالنسبة لانقطاع الإنترنت أو إغلاقه، فإن حل ذلك واسم براير. براير يساعدك للتواصل مع زملائك الصحفيين أو زملائك النشطاء أو يعني زميلاتك الناشطات دون اتصال بالإنترنت. براير لا يتطلب أي خوادم، يتم تشفير الرسائل على الجهاز ونقلها مباشرة بين المستخدمين عبر البلوتوث أو شبكات واي فاي محلية. فيمكن يعني تحميل براير، وهذا يعني مهم جدا، وسيلة مهمة جدا وأداة مهمة جدا للاستعداد لانقطاع الإنترنت وإغلاقه. وأخيرا سلامة الجهاز، استخدام واقية شاشة الخصوصية والحافظات القوية لجهازك المحمول، يعني في حالة مثلا أن جهازك سقط على الأرض، تدافع أو ما إلى ذلك، فالواقي سوف يحميه، لأنه ما بدنا يعني أن يضيع جهازك أو يتكسر جهازك في السيناريوهات العالية الخطورة. احمي شاشتك من أعين المتطفلين، يعني مثلا ممكن إنزال الإضاءة لكي لا يرى الأشخاص المحيطين بك الرسائل وما إلى ذلك. إذا كنت تحملين كاميرات مراقبة، فكري في استخدام حقيبة مقاومة للماء، لأنه في الكثير من الأحيان يكون في يعني بيكون في ضرب بالماء من طرف السلطات، ففكري في استخدام حقائب مقاومة للماء. وأنا أتحدث يعني مرة ثانية على السيناريوهات السياسية العالية الخطورة أو السيناريوهات الحقوقية العالية الخطورة. ويمكن أن يؤدي استخدام هاتف ناسخ إلى تقليل كمية البيانات المعرضة للخطر بشكل كبير في حالة فقد جهازك أو مصادرته. فمن الأحسن يعني إذا كان بالإمكان أن تأخذي جهاز آخر، ليس جهازك الذي تستخدميه بشكل يعني يومي، يكون هو جهازك الآمن. اخرجي فقط إذا شعرت أنك جاهزة ولديك كل ما تحتاجينه. كوني على دراية بمحيطك للحفاظ على سلامتك الجسدية وسلامة زملائك. اتخذي إجراء لتحسين أمنك من خلال بياناتك واتصالاتك وأجهزتك، مثل ما تطرقنا للأمر، والمرجو يعني قراءة هذه التوجيهات مجددا، حفظها، وكذلك يعني مشاركتها مع المؤسسات من خلال تطبيق إجراءات، يعني إجراءات السلامة المؤسسية والأمن المؤسسي. وأخيرا ثقي بحدسك، مهم جدا، وهذا الشيء يعني لا يمكننا أن يعني لا يمكننا أن يعني نلقنه في درس أو نعمل عليه تدريب. الحدس مهم جدا، ثقي بحدسك. وأخيرا وليس آخرا، روابط مهمة لما تطرقنا له، ويعني مرة أخرى المرجو قراءة كل التوجيهات. إذا عندكم أي استفسار ممكن أن تبعثوا لي إيميل أو على الواتساب. وشكرا للمشاهدة، وألقاكم في جلسة قادمة بإذن الله.